مرحبا مواليد برج الدلو، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 13 للاحد 19 نوفمبر 2022؟ اسبوع يمكن تلاقوه نشيط، يمكن متعب، يمكن في فعاليه، يمكن ما في فعاليه. المهم انه بدايته بتحملكم قرارات كتير كبيره، نهايته في قرار انتم بتاخذوه او منا لحال الظروف بتقدم لكم اياها. ليش؟ لانه في عنا بمطلع الاسبوع تحديدا عم نحكي عن الاثنين 13 عندنا القمر بيلتقي بالشمس، عندنا قمر جديد في البيت العاشر على نقطة عندكم مربع مع برجكم الساعة 11:30 الظهر توقيت بيروت الشتوي. هيدي فترة صحيح مزعجة لإلكم، صحيح في مزاجية، صحيح في ضيق خلق، صحيح في يمكن يكون في شوية تعصيب، لكن هيدا القمر الجديد هو قمر كتير مهم. في عنده two choices، يا أبيض يا أسود، يعني يا بيمشي الحال يا ما بيمشي الحال. فإذا حابين، إذا عم تشتغلوا على مسألة مهنية أو اجتماعية، حان الوقت أنه تكونوا حاضرين لحتى تاخذوا اللي بدكم إياه. في حدث معقول يصير وبيكون كتير مهم. منروح للتلاتة والأربعة، القمر ببرج صديق لألكم برج القوس، فرحة حلوة ناطرتكم، في ارتياح، في جو مريح لألكم، في احتمال يكون في عندكم تغييرات أنا بعتبرها مريحة حلوة لأنه صديقة لألكم، ما رح تفكروا أنكم لحالكم. عشتوا فترة أسبوع أو يمكن حتى تحديدا الأحد والتنين كانوا صعبين، لكن هلأ التلاتة والأربعة بتتنهدوا السعداء، بتتنفسوا وبتقولوا خي كنا مفكرين شيء طلعت القصة مش هالقد. لكن منرجع منروح للخميس والجمعة. الخميس والجمعة بترجع بتهبط شوي المعنويات، نسبة النجاح بترجع نوعا ما يا بتتوقف يا اما بتهبط، لانه القمر ببرج الجدي. القمر برج الجدي بيحط فريمات، يعني بمعنى انه كل شيء بيصير اون هولد، بيوقف كل شيء. والشمس من برج العقرب متعبة متطلبة جدا، بدكم تنتبهوا ما تبهدلوا حالكم. هيدي فرصة صعبة، ظروف صعبة، يمكن بتسبب مشكل. بعرف في ناس بيكون عندهم مواعيد بهالفترة، فمطلوب منكم تكونوا واضحين محضرين حالكم بشكل كتير كبير. بعدوا عن المشاكل كليا، اتركوا أعمالكم لنهار الأحد إذا أمكن. يوم السبت القمر كمان بيكون ببرج الجدي، فترة متعبة بطيئة مخيبة حتى الساعة 1:30 الظهر توقيت بيروت، من بعدها بيروح لبرج الدلو برجكم. هون بتتغير الظروف شوي، بترجع لكم القوة والثقة بالنفس وبتكمل معكم ليوم الأحد. مشان هيك قلت لكم انطروا ليوصل القمر لبرجكم. فترة القمر ببرجكم فترة حلوة بتساعدكم تعوضوا عن كتير من الأمور، وبعتبركم من الأبراج القوية والمساعدة لحالة، وحتى الظروف بتصور منها لحالة رح بتساعدكم. كلكم فيكم تكونوا محظوظين هذه الفترة، هذا الأسبوع، بالرغم من بعض المتاعب. يمكن كوكب الزهرة بيعطي تأثير حلو، 25 كانون الثاني يناير لاثنين شباط فبراير هن الأكثر حظا. تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.